والله القمة يعني مواكبة للتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجهات الحكومة الإماراتية كاملة، يعني من ناحية طبعا مؤشرات المستقبل، الطموح في المستقبل، التفكير والتحكم في المستقبل اللي نحن استشراف المستقبل، يعني أن نحن نأثر فيما سيأتينا من الخارج وكلنا تأثير إيجابي بحيث أن نحن نقدر نتحكم ونتوائم مع المستقبل. المستقبل مليء بالمفاجآت، مليء بالتحديات، والشيخ محمد علمنا أن ما في شيء مستحيل ونحن مستعدين لهذا التحدي، وإن شاء الله بنكون مستعدين أكثر بحضورنا هاي المؤتمرات واطلاعنا على التجارب الأخرى اللي موجودة في العالم. وطبعا أنا أكد لكم تأكدنا أكثر في هالمؤتمر أن دولة الإمارات فعلا مقدرة عالميا، دولة الإمارات عندها أفكار خلاقة، عندها يعني تصور يعني سابق أو يعني سابق للعصر اللي يمكن نحن فيه وعلى مستوى العالم، ويمكن نحن نكون الأوائل أيضا، وإن شاء الله نكون نحقق المراكز الأولى ونتجاوز الأول بإذن الله.